صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم عالمي الأعشاب والحياة. من زحمة الأشياء اللي كان لازم نشتريها ونخزنها بالبيت هي بعض الخضار والفواكه، وخصوصا خضار الشتاء اللي أحيانا ما بنشوفها إلا بفترة معينة، مثل اليقطين مثلا. أكيد كلكم تعرفوا ثمرة أو خضرة اليقطين. وأيضا في نوع تاني بيستورد من جنوب أمريكا هو البلانتين. البلانتين هو من عائلة الموز، زي الموز، طعمه قريب للموز أو موز، ولكن هذا الموز يستعمل كنوع من الستارتش، يعني مثل البطاطا أو مثل الخضرة. بالطهو بيدخل، بالطهو بينقلها، وله استعمالات كتيرة. حبيت شاركها معكم اليوم وعرفكم على البلانتين. خلينا نشوف سوا كيف فينا نستعمله. البلانتين بيجي أخضر وبعدين بيستوي بهالشكل هيدا. نفس الشركة هي اللي بتزرع البلانتين والموز الطبيعي. الموز الطبيعي بيكون حجمه أصغر و السماكة أقل. هون أكيد أكبر، ووقت لما بيكون أخضر بإمكاننا نقليه أفضل. Let's see. أكيد مش بسهولة الموز العادي. شايفين السماكة كيف بتكون؟ خلينا نشوف كيف رح نقطع مع بعض. هو بهالشكل هيدا، صعب فصله عن الثمرة بسهولة. يستعمل لما بكون أخضر للقلي، نعمل منه تشيبس. أوبس سوري، نعمل منه تشيبس. لما بيستوي طبعا الطعم بيختلف، وفي سهولة بالتقشير. انا اللي كانوا عندي الخضر صراحة كلهم استووا، ما بقى عندي الا واحدة بس خضرة، لذلك حبيت شاركها معكم اليوم. طبعا واجب قبل الطهو غسل الايادي بشكل كتير جيد. لاحظوا كيف مثل الربر، مثل البلاستيك، ما في هذا اليونة او الطراوة الا ان تستوي، لذلك هون فينا نحافظ عليها وقت القلي انه تضلها بشكل اللي بدنا اياه للتشيبس. رح ناخد الجانب انا اكيد عم ببرش منهم شوي، الجانب الحاد و خليني قصها لانه يمكن اسهل لي باعتبارها قاسية شوي. وبهالشكل هيدا مننزل القطع اللي بدنا نقليها. فيكن تعملوا هالشي مع الموز العادي، بتقدروا، ولكن بيكون حلو وقت القلي، طعمه كتير حلو، ممكن يعذب. بالشكل هيدا صارت عنا الموزة كاملة. بتقدروا تستعملوا للبطاطا، لأي شي حابين تعملوه تشيبس، ممكن تبرشوه بهيدي الطريقة. وهلأ رح نشوف كيف لما بنقليهم بصيروا سوا. اوكي، استعملت زيت المازولا. ما تستعملوا زيت زيتون للقلي، لانه درجة الحرارة العالية اللي بتقلوا فيها بزيت الزيتون مضر، ما بيحمل هيدي الدرجة العالية. وهلأ تقريبا حمي على ما اعتقد، ما حطيت بهار ولا ملح ولا اي شيء. رح جرب بعد، بده ثواني. وهون على الصحن حطيت بيبر تاول 2 لحتى يغب الزيت. وقت بشيله رح خليه ثواني طبعا. اوكي، بعتقد هلا صار جاهز.
هي ما بتلزق على بعضها لأنها بعدها مثل النشا، وباعتبار إنها كانت خضرة وقاسية. So بمجرد ما تحطوا أي شيء بالقلي تنزل حرارة الزيت، أوكي؟ فبدكم تنتظروا شوي إلى أن ترجع تعلى الحرارة، وخصوصا إنه البنانة فيها مويشتر، يعني فيها أكيد القليل من الماء. باعتبار إنها رقيقة رح تنقلب بسرعة، إذا لزقوا على بعض مانا مشكلة، فيكن قبل ما تنزلون ترشون بشوية طحين، بس أنا ما حسيت إنه في داعي. فإذا هذه الطريقة الأولى لقلي ال عورت حالي أنا سوري لقلي البنانة. بليز اكتبوا لي البلدان اللي موجود عندها او متوفر بالسوق المحلي، لان صراحة انا ما بعرف مين موجود عنده مين لا. نحن باعتبار انه هون الجالية الاسبانية او من جنوب امريكا، المكسيك، البرازيل، طبعا مطلوب كتير بالبرازيل، مطلوب ببورتوريكو، مطلوب ب مثل ما قلت لكم جنوب امريكا، وعنا جاليات كبيرة، فكتير من الخضار بنلاقيها من هذه المناطق، مش بالضرورة انه المحليين الموجودين بفلوريدا يستعملوها اذا كانوا من جنسيات اخرى. فهيدا صنف جديد على مائدتنا العربية. بالكاريبيان بيقلوا البنانة بس بتكون مستوية على الآخر، وبحطوا لها بهارات أيضا تضاف إلى جانب الطبق الكاريبي. هلأ هيك سمعين صوتها؟ بلشت تقريبا تتحمص مثل الشيبس العادي، بس اللي تجمعوا على بعض بدي أتأكد إنه نقلوا أو شربوا الزيت بشكل نهائي. ننطرن ثواني. بعتقد انه هيك صار كتير كافي. رح نستعمل الطريقة الصينية، بحبوا يستعملوا اشياء كتير كبيرة ليسحبوا فيها اكتر مواد. طريقة غريبة بس فعالة. اوكي، السطح ما بيتجرح لانه سيراميك، معمول من السيراميك. وهيك صار في عنا الشقر جولدن. اللي بحب يقلي اي شيء بيتبع نفس الطريقة، رقائق الجزر، رقائق الكوسة، رقائق البطاطا، شو ما حبيتوا تقلوا بهالشكل هيدا من مشكلة، اتبعوا نفس الاسلوب. هلا رح نشوف الجزء الثاني من قلي البلانتين اللي مستوي. هيدي كانت خضرة، رح نشوف الجزء الثاني من البلانتين المستوي كيف فينا نقلي. بس اللي بدي اقولكم اياه انه هلا هون وبالرايح نقدر، بس يبردوا شوي صغيرة نضيف عليهم شوية ملح وكم نقطة خل ونخلطهم مع بعض ونقدمهم للتقديم. وبهالشكل هيدا بكون صار عنا رقائق البلانتين او الموز الاسباني. خلينا نشوف طريقة تانية كيف نعملهم عجة بطريقة اخرى. الطريقة التانية رح تكون شوي مختلفة، رح تكون تقريبا مثل العجة. رح نستعمل البلانتين اللي اوريدي مستوي. شايفين في صعوبة حتى بالتقشير لأنه طبيعة هذا النوع من الخضرة مختلف، ورح نحاول نعمله بطريقة مقلية مع بعض البهارات كمان. خلينا نشوف.
نفس الطريقة فيكن تعملوها مع البطاطا. تسلقوا البطاطا 3/4 المدة المطلوبة للاستواء، تهرسوها بنفس الطريقة. اوكي، وبتحاولوا قد ما فيكن تكون متساوية، بشكل متساوي تقريبا. انا ما راح اعمل كتير منها لانه ما كتير علي طلب عندي بالبيت. هي هون تعتبر عبارة عن سناك او مقبلات، منا طبخة اساسية او بتنحط. فيكن تستعملوا نفس البلانتين بقلب الخضرة، اي نوع لحمة او دجاج بتحطوا داخله خضرة، جزر، بطاطا، فيكن تستعملوا شقف البلانتين ايضا كالخضرة. بس شكل هيدا صارت جاهزة، بعتقد هي بتعطيني 4 قطع او اقل حسب قدي بدها تكون العجة. رح نعملها مثل طريقة العجة، وبهالشكل هيدا صارت جاهزة. الاشياء اللي حاستعملها اليوم كلها حتكون طبيعية، خصوصا الوضع الحالي اللي عم نمر فيه هلا، وضع الفيروس والحماية، فأي بهارات رح تدخل رح تكون مساعدة. لذلك رح نستعمل البهارات الحامية اليوم مش الباردة. رح أخذ الجنجر المطحون أو الزنجبيل الطازة المطحون، دخلوا بالبلانتين. طبعا انتو بتحطوا حسب الذوق، ممكن تحطوا بس ملح وتضيفوا خل بعدين، او تعملوا خليط من الخل والبصل والملح تغطسوا فيه العجة. انا راح استعمل الاشياء اللي بحسها. الزنجبيل بنظف بطهر المعدة، بشيل اي جراثيم، هاي للمعدة. البابريكا بتفتح الرئة، بتعطينا لون جميل. البهار الهندي اللي هو نسيت، الكاري، بيعمل زيت الشي، بينظف الرواية. والفلفل الأحمر بيفتح مجاري التنفس، بصير فيكم تتنفسوا بطريقة أفضل. إذا في شي لا سمح الله علقان بالرواية بيكون بيقضي عليه الفلفل. ونصيحة انكم تكتروا من هالبهارات بالطعام بهالفترة الى ان تنتهي هالمرحلة الحرجة اللي نحن فيها. خلينا نشوف هلأ كيف رح نقلي العجة بالمرحلة الثانية. فما حضر الان للعجة حسب انتم ما بتحبوا الزيت. انا ما بحب غرقها كتير بالزيت، رح احط لها شوي من الهيمالايان سولت. جاست ا ليتل بيت بس للنكهه، ورشه صغيره. رح افصلهم عن بعض يعني هيك على المقياس، اي بولينج ذم تقريبي تقريبا. صعب الواحد تكون ايده ميزان، بس قد ما بيقدر بعتقد هيك كافي. اساسا الكمية كافية لانه مثل ما قلت لكم انا ما عندي طلب لها بالبيت كتير، بس جبتها كعميل مساعد للخضرة. فإذا البهارات اللي استعملناها هي الجنجر الطازة الفريش، اللي ما عنده بيقدر يستعمل بودرة، فلفل، اللي ما بحب الفلفل ما ضروري يستعمله، أو فيكم تستعملوا فلفل أحمر خف مطحون أو فلفل أبيض أو أسود، بابريكا للون، والكاري، بهار الكاري. كل هذه المواد لتفتح مجال لا الصدر والرئتين، خصوصا بالفترة اللي نحن عم نمر فيها بالوضع الحالي. رح اشوف اذا استوى الزيت، بعتقد لسه بكير تقريبا، بقيله شوي. فهيك صار عنا طريقتين.
فيكن تحطون إلى جانب الطعام أي نوع من اللحمة أو الطعام عم بتقدموه، فيكن تحط إلى جانب الطعام على السفرة. النار على حرارة عالية في البداية بس، ليضل الزيت محافظ على درجة حرارته. رائحة البهارات رائعة جدا. خمسة كانوا كافيين وبزيادة للحجم، للقلي وللبنانة كل الأحوال. وهيك بنتركها شوي لحتى تستوي من تحت، أو مثل ما شايفين اللون تبعها صار على الذهبي شوي، وبس تجهز نقلبها. الطبخ بحد ذاته من الاشياء اللي بتعطيني راحه نفسيه. انا ما بعرف كيف انتم بالطبخ، او اذا عندكم محبه لهالنوع من الهوايه. بالنهايه هي هوايه، الطبخ فن وهوايه. في اشخاص ما عندهم هالنوع من الفن، فكل واحد حسب هو شو بحب صراحه. وعلى بينما تخلص العجه راح احط القليل من ملح الهيمالايا، راح خلط الشيبس، بالشكل هيدا. طبعا بجيبوا صحن اصغر، ما ضروري يكون بهيدا الحجم، بس الشيبس تاعنا صاروا جاهزين. هم بعدهم لسه شوي طرايا، بدنا ننطرهم بعد إلى أن يصبحوا جاهزين حتى ما يفرطوا. بدنا نتذكر إنه أثناء القلي السكر الموجود داخل البنانة بده يطلع، فبدها تصير كارملايزد زي ما يكون فيها كراميل. وطريقتها مش زي البطاطا، أكيد بدها تكون طرية وملتزقة ببعضها بطريقة مختلفة عن البنانة، لأنه النشا الموجود داخل البلانتين او الموز يختلف عن البطاطا. فنتذكر انه معاملتها مختلفة. رح نتركها تغب الزيت شوي وبعدين رح نشوف طريقة التقديم. الصوص اللي رح نستعمله هو الجواكامولي صلصة، موجود بالسوق اذا كنتوا عايشين باليو اس. اذا ما عايشين باليو اس ممكن تستعملوا الافوكادو، تطحنوها مع الملح والثوم والبصل والبهارات، تعملوها بطريقة صلصة. اللي بحب يستعمل تامرين او تمر هندي صلصة ممكن ايضا يعملها بهالشكل. هيدا بتتقدم وبتتاكل مع الصوص، ومشبعة هي لوحدها، ولكن مثل ما قلت لكم الى جانب شيء يكون افضل او سناك او ابيتايزر. اوكي خلينا نشوف شو صار عنا. سو هاي الشيبس والبلانتين، حسب انتم ما بتحبوا.
على فكرة هذا الصوص حار، أنا لأنه بحبها حارة. كمان بالشكل هيدا، صحتين تفضلوا. هنشوف كيف طلعت، بتقرش فيها نوع من الحلاوة لأنه صار فيها الكراميل أو السكر تبعها طلع أثناء القلي. طرية طيبة بسيطة وسهلة كتير. مرسي كتير، إن شاء الله تكون عجبتكم. أما كمان بتقرش طريقة كتير طيبة ولذيذة وخفيفة، أخف بكتير من العجة. مرسي كتير، إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. تصبحوا على ألف خير. أنا ميا الجندي، باي.